صف إلى صف طول الكف عن الكف طول الكف عن الكف وسيفي خنقني بوتير أرجو من الجميع الوقوف ورفع اليد اليمنى للأعلى تفضل تفضل لا بضربك بطل حالتك كلها اياها لمين للسيران خليها تمشي خليها تمشي خلاص اجلك وين؟ يلا اوديك اخي انا عبودي قط اجرك وباجرك وباجرك كمان يا مزوي يا مقلعات باجرك اوه وين لقيتيها هيا رجع خطا Oh.
لا 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 يا نزال الشراطة ده أول شيء كنت أقول لك هو هنا لحظة أول لا هم بالعاش كان في شيء مسويه خليكي هون ما تطلع لبرا ماما هذا صاحب بابا وبابا طلع خلينا هاي يلا حال صبيان لحال البيت لحال لا ما هل هاي احمد كان ما انت حال ما انت حال صبيان لحال مصلي الرجال هو مصلي الرجال كمان هون انا كمان لازم هاي دي فوق تعال تحت الكعبة هاي فوق كمان وهاي فوق بتلبسي العلى هيدا بالأوتار هيدا صاحب الحملة هاي بابا عند الرسول هاي عند القبعة الخضراء يمكن هلا انا هاي دي هون تحت حد الكعبة هاي ها ويا فينا حطهم لا 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 هاي ما بتغني ماما بلا ها ما حاجة لا مكسورة اجريا ماما 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 دي عايز حط هايدي كبر لك صورة هيدي حلوة بس أنا هيدي عجبتني بس شاف الثعلب هذا معني يركض هو خوفا
يتخبى في زحمة. تعرفي تقرا انجليزي؟ تعرفي عنيها؟ طيب حمد. بابا لو تخلص بدينا تعجين بابا ما سمعتيش غلط ترى زي ما منزل احمد 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 دي والله مزال مني يا بابا خب ده من هيدا ريالي زاد كان ما تخليك هون خليك راسك تحت ايه بعرف صغره ماما نعم اجيت خالته ام فادي تفضلي احمد كلم رفيقك ايه خليك شوي لا اطلع اطلع فوت تمام ايه صورك احمد وين الرجال فلو لا احمد كلم رفيقك بده اليويو بدي اشلح الشاب شوابات ايه ما تقدر تقول لي